مصاري، ضيعت شغل اسبوع كامل، ولك لي اسبوع عم شيل وحط واحسب لاعرف كيف بدي زبط موضوع المصاري. لك هيك بتضيعون؟ لك لايمت لايمت بدك تضل ضاير ومضيعنا؟ لايمت. لك شبك منى، ما في حدا غير يضيع مصاري، ضاعوا شو بدي اعمل لك؟ بدل ما تواسيني مثل النسوان ما بتعمل برجاله، قاعده عم تزودي علي؟ شو؟ نسوان؟ طلع فيني هي هيئة نسوان اللي واقفه قدامك، ليش خليت فيني نسوان؟ لك الله يرحمك يا عمتي حفيظ على هالاستفاده، كيف بلاتيني بهالعريس الاجدب؟ اجدب؟ العمى عم تقولي عني اجدب؟ ايه بجوز اجدب، لا ستي مالي اجدب، بس طيب زياده على اللزوم. وش بدي اعمل بطيبتك انا؟ شو بدي اعمل؟ رح تدفع لي حق السمان ولا رح تدفع لي اجار البيت؟ شو اعمل بطيبتك؟ لك يا رب يا رب تريحني من العيش يا رب. امين امين. خاطرك وين اجار البيت؟ ولك انا ماني مضطر كل شهر اجي وخبط على هذا الباب مشان اشحد اجره البيت. لك من الاول قلت لكم هذا البيت فخم فخم كثير، لك ما نكون قده. تقولي لا نحن اللي ندفع، نحن اكابر. لك وين الاكابر؟ الاكابر مو بالاستئجار، الاكابر بالدفع. والله معك حق يا عمي ابو يعرب، معك حق، بس جوزي الله وكيلك الله وكيلك وما إلك علي يمين تحلفني انه جوزي الله يصلحه ضيع الاسبوعيه، وهي الاسبوعيه كنت لاممته فوق اللي لاممته على اساس اعطيك اجار البيت، بس ضيعها شو اعمل؟ اقتله جوزي، ما فيني اقتله. ما عندك غير هذا الموال؟ لك اسمعي اسمعي لقلك بدي اجار البيت يا... لك اصلا مو الحق عليكم، الحق علي انا اللي اجرتكم هيك بيت فخم. هيك يا عمتي حفيظة. ضاع كل شيء، ضاع كل شيء يا أروى، ضاع كل شيء. طولي بالك حبيبتي، مشان الله طولي بالك إلا ما تفرج. تفرج؟ ومنين بده يجي الفرج بالله؟ دليني، دليني منين بده يجي؟ إذا كان سقف طموحنا أنا وهالدرويش قصي إنه يكون عنا بيت وحيطان ننستر فيهم، بدون ما نخاف مين يدق علينا الباب. لك أنا بس بدي أفهم شغلة واحدة، شو قيمته البني آدم إذا كان سقف طموحه بيت يتقاوى فيه؟ قلي لي شو قيمته؟ منى، لك تذكرت؟ أنا شفت بوست على النت عن معمل خياطة وطالبين عاملات يشتغلوا بدوام مسائي، وأنتِ ما شاء الله عليكي إيدك مثل السحر بالخياطة، روحي وجربي حظك. وين وكيف؟ سمعني، أنا عملت سكرين شوت للبوست لفرجيه لأختي. ليكو روحي أختي قدمي وبلكي بيقبلوكي وبتشتغلي بالوظيفة بعد دوامك وبتسدي حاجتك. شو قلتي؟ شو شو قلت؟ فورا فورا دقيلن دقيلن أو دق البوست هو حق. اسمعي اسمعي لقلي ابعتي لي، رح جيب موبايلي لأخذ الرقم دقيقة. يلا حبعت لك يا واتساب. يلا يلا بعتي. لك أنا بس بدي أفهم ليش ما رحتي على المقابلة وفوق هاد غبتي عن الشغل؟ لك ما قدرت غطي عليكي؟ المدير التقى وخصم لك من راتبك، ناقصك أنتي يعني؟ اللي عملته مبارح كان أهم من الشغل ومن الوظيفة. بالله؟ وشو هو المهم يا عيني؟ تفضلي احكي لي. أروى نحن نسينا إنسانيتنا بزحمة الأيام وكل شيء عم بيصير معنا، نسينا إنه نحن بني آدميين. واللي صار معي مبارح ذكرني إني أنا بني آدمي، عندي مشاعر وقادرة إني أعطي بدون ما أنطر أي مقابل. تخيلي تخيلي يا أمي، شاب طول بعرض كانت واقفة حياته على كيس دم، وأخوه داير مثل المجنون من مكان لمكان عم بيلم عالم مشان يتبرعوا له بالدم. لما شافني سألني عن زمرة دمي، قلت له شو زمرة دمي؟ قال لي هي زمرة دم أخي وتعربط فيني. لما تعربط فيني طلعت فيه ما قدرت إني فلته، حسيت هيك واجب الإنساني عم بيناديني، ورحت معه على المشفى وشفت وضع أخوه. يا حرام، لا هو صاحب المقابل كنت عم شوف
تليعات السمان وتسميعات الخضرجي ونق صاحب البيت والشغل اللي رح يروح عليه. بس أنا أبيت أبيت إلا تكون إنسانيتي حاضرة وما قدرت إني أنا أدير وشي، وتبرعت لولد الله. دخلك؟ أهله شو عملوا؟ يعني ما تشكروكي؟ أهله تشكروني، ضلوا ساعتين عم يتشكروني. والله العظيم من كثر ما تشكروني خجلت. منى ما تشكروكي، تعويض، مصاري، هدية. لا يا أروى لا، بزعل منك. حتى لو هن عرضوا علي ما كنت بقبل. وين راحت النخوة؟ يعني هي مرته أخذت رقمي، ظهر بدها تحكي معي كرمال تتشكرني زيادة. كيف الشاب صار هلا؟ لا الحمد لله، الشاب صارت أوضاعه عالي العالي الحمد لله. هو أوضاعه عالي العالي الحمد لله، وأنتِ رجعتي لورا 100 سنة. بسيطة، تشربي قهوة؟ رح أقوم أعمل لك أحلى فنجان قهوة. حبيبتي يا رب. لك منى، والله شغلة التبرع هالدم بجيب مصاري. شوف يا حلمني، هي اللي تبرعتي لها بالدم مشان جوزها، سافقتك رقم يا انا حوليت عليه. بضي هدول حق دماتك. حق دماتك؟ هدول اعتراف بالمعروف، هدول رد 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 جميله، هدول مو حق دماتك. عن جد الملاف السعد، كمان انا لما رحت لحتى اتبرع بالدم انا ولا كان خاطر لي انه الموضوع فيه مصاري، ولا كنت مفكره بالقصه. انا رحت لانه هو واجب انساني، ونحن بني ادمين ولازم نحس ببعضنا. وهي لو ما اجت لعندي المره والله واصرت كثير علي وحلفت 100 يمين اني اخذ هالشيء، ما كنت يا اختي. يا مزبوط. هلا عن جد عم حاكيكي، مؤيد رفيقي باع كليته هديك الحسبة وفى ديونه. هلا شوفي شو راكب سيارة، شو رأيك؟ يعني عم ناخذ ونعطي. بيع كليتي وجيب لك مصاري مشان ترضي عني وما تودي عني أجداب، شو رأيك؟ لا 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 يا عمري لا، خلي كليتك بمحلها وخلي كل أعضائك بمحلها، بس أنت شلي الجدبنة من مخك وحط لي بدالها الفلهوية والزكاة وأنا بكون مبسوطة وممنونة. خيرات الله. تعال أقول لك، مسك هذا الشيك من ايدي، بكره خذه اصرفه بالبنك، وبلكي هيك من رد ديوننا وبيضل معنا شوية كاش كمان نتشبرق يعني. شكرا لك. ايه هاتي الشبي، مو طالع من عيني. هي تبريصة بالبنك. ايه بوس ايدك لا تضيعوا. ايه طبوا طبوا منيح. ايه جوا جوا. ايوه ايه يا عيني عليك. ايه خلص بوس ايدك. ايه اماني برقبتك. لا ان شاء الله ان شاء الله خير. ضيعت الشيك، ضيعت المصاري حبيبي. لك انا الحق علي اللي خليت المره تكتب الشيك باسمك. لك انا قلت لحالي من سد ديون الناس بشم ريحه ربنا، بس لا ما بيطلع لي. انا ما بيطلع لي غير شم ريحه العيش اللي مقلتني. كرمال الله ربي ايش وانا اصلا ضيعته. انا وصلت على البنك، حطيت ايدي بجيبتي، ما لقينا شيء. شو اعمل؟ شو ساوي؟ ولا تعمل شيء حبيبي. عم اقول لك انا الحق علي، انا كان لازم علق لك الشيك هيك برقبتك مشان تضل هيك ماسكه بايدك وما تضيعه، او على الاقل اني روح معك. بس الله الله لا يوجه لك الخير يا مديري يا واطي، ما كان يرضى يعطيني اجازه ولا لحظه. والله العظيم ما كنت قاصد، والله العظيم. لك انا ما بعرف شو صاير فيني. لك شو هالسوسه اللي لازقتني فيها؟ شو هالسوسه؟ على طول فائد الذاكره وبضيع اغراضي. لك شو اعمل بحالي؟ والله حاسس حالي عالي عن المجتمع. اختي انا رايي انتحر. لا 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 طول بالك طول بالك، لا تنتحر حياتي ولا شيء. خلص خليك هيك صار سليم. فداك حياتي، فداك المصاري. يلا المهم راحوا هيك وما يروحوا على صحتك حبيبي. من القلب يعني، ما قلنا انا من حق علي، زغزغت ميتي ومثل ما قلت بعت حق دمي. شكلنا نحن ما بيلبقنا الا الحلال المصفى. اي والله والله ما بيلبقنا غير الحلال المصفى. الحمد لله.
كأنه قلبك رح يوقف. لا ما بقول شيء، عادي عادي. جيب لي كاسكي. من ياري. لا منى منى لك يا ابني ربي، اجو جايب لي خبريه رح القويك فيها لوقه. زري شو ربحت ورقتي يا نصيب؟ روح عني يا عم. اقول لك والله العظيم ربحت، ربحت 25 ليرة، 25 مليون. ما طلع معي الرقم، خلط مي وزيت. دقيقة دقيقة دقيقة، شو هادي؟ دقيقة دقيقة اسمعني. شو ربحت عن جد ولا ما ربحت؟ 25 مليون. ولا لتكون جدبة من جدباتك؟ لا والله ما لمو جدبة. ترى هي القصة بروح فيها أرواح، أنا قلبي مو متحمل. لا والله أجلت لي كوافي على باب قلبي. لا من غير شر، من طيب. غير شر. وين الورقة؟ إيه لكان ليك الورقة. يلا وين الورقة؟ حطيتها هوني ليك. الورقة وين؟ ليك لعنة الورقة. هون راحت الورقة الربحانة ال 25 مليون. دقيقة شوي. ضيعت الورقة. لك يا صلي على النبي، خليني اتذكر. اتذكر. ايه مزبوط. هذا في واحد معتر شحات وقف قدام سيارة كثير فخمة. ايه قام صاحب السيارة ما أعطاه ولا ليرة. قام رحت أنا عملت فيها حاتم طيب. طيب. معي 1000 ليرة طلعتها وعطيته اياها. يعني طلعت الألف و... لك روح روح دور محل ما اعطيت الشحات الألف ليرة للسيارة الفخمة. لك روح على الشارع على الطريق لأي، روح دور عليها. قلبي يا ربي داخلك، يا ربي داخلك. أجل أجل ساعتي بس 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 يا ربي داخلك لشوف ال 25 مليون. أنا مسعود بيك. تشرفنا أهلين أستاذ مسعود. إذا متدين منك قصي مصاري ترى لك نحن ما بحيلتنا ولا ليرة. لا 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 لا، الحقيقة جوزك قصي اليوم علمني درس بالكرم وبالأخلاق، وأنا ما رضيت إلا أجي وأتعرف عليكي وأقول لك اللي صار. شو اللي صار؟ اليوم كان ماشي بالطريق وإجا وقف قدام سيارتي، وكان في شحاد مضايقني كثير ودابقني، وانا عم قلعه وهينه وما رضيت اعطيه مصاري، مع انه انا رجال ميسور وبطمره تمر بالمصاري. قام اجا هالشهم قصي شال واعطاه مبلغ وجبر خاطر. حسيت كانه استفزني هذا الشيء، و كأنه يعني عم يعلم علي. قلت بدي انزل امتحن كرمه واخلاقه وهينه واحرجه. قربت منه قلت له يا ابني الله يرضى عليك، انا مضيع شنطايتي وفيها مصاري وفيها موبايلي، في معك شيء مبلغ اقدر اخذ تاكسي وأصل على بيتي؟ قام انحرج كتير وقال لي والله يعني آخر 1000 ليرة عطيتها لهالشحان حتى يأكل فيها. الحقيقة والصراحة هو بدل ما أحرجه أحرجني، بدل ما أهينه أهاني، أهاني بكرمه وبأخلاقه وبنبله، خاصة لما قال لي تفضل معي على البيت منه بترتاح شوي وبشوف مرتي إذا معها مبلغ تقدر ترجع فيه على بيتها. أنا رفضت وقلت له يا ابني خلص أنا بدبر حالي، وتركني وراح. بعد ما راح لقيت ورقة واقعة منه على الأرض، ورقة يا نصيب. ناديت له لحقته، فات على بناية ما بعرف أنه منهم، ضيعت البناية اللي فات عليها. بعد شوي نزل مكسور وحزين، ناديت له وعطيته الورقة، عرفت أنه الورقة ربحانة
500 مليون ليرة. الحقيقة أنتوا بتستاهلوا، لأنه هالأيام مستحيل تلاقي ناس بطيبتكم وبأخلاق. 500 مليون شفت قول هول جدبتك بتفيد والله ربحتنا 500 مليون كثر خيرك يا سعود الله حولت على الخبر كثر خيرك والله كثر الف ان شاء الله الله يبارك فيك يا رب الله يديمك الله يديمك يا رب مشوا من عندي مشوا ابوس والله 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 طيبتكم والله والله ليك والله انا لك انا خليت خربي لا والله ما خليت الحمد لله الحمد لله 500 مليون حسبك شغلاتي شد وشي وانفخ دمي مشان ارجع حلوه بعين قصري والبس لبس حلو كثير وجيب لسه احلى من هذا البيت لا. شو صاير معك لك منى؟ ليش عم تحكي مع حالي؟ قصي شو مري؟ شو رأيك؟ بهالمصاري نشتري هذا البيت مشان اقلع له عينه لعمو ابو حرام بس مو بدي اقلع له عينه، بدي اسحب له لسانه من لغليغه لغليغه نشتري البيت هلا صار معنا مصاري شبه شبه مالي انا بطيء انا اذا بدعس على البر بطلع بيزيد